مضيق 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 يلا يا مضيق مضيق كرة محاولة داخل منطقة الجزاء أنا صبور هدف أول لحطين عن طريق أنس بوطة هدف كان ولا أروع في أسيست كان جميل جدا مارديك مارديكيان تبع أنس الهدف برأسية جميلة هدف حطين مع بداية بودقجي كرة عند القصي ولكن تعود طويلة من شوية باتجاه أنس بوطة أنس يحاول حماية الكرة الاستحواذ عليها كرة عند وائل الركاعي الثالث لفريق حطين وائل الركاعي وائل الركاعي يسجل هذا الثالث كرة أولى كرة سين كرة طويلة تصل الكرة لمارديك والتقدم هدف أول لحطين خصي مرة أخرى بعور في وسط الميدان وسط لأنس بوطة أنس يحاول بالسرعة إذن 4-3 وصلت كرة عند يوسف خلف يوسف هل سيحاول الاختراق هل سيفك شيفر الدفاع كرة عرضية خطيرة